بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعي الكرام، ينطلق هذا الشوط السابع أيضا بالنسبة للأشواط الإضافية لسن الفطامين 1500 متر، هي مسافتنا متابعينا الكرام لنبدأ مع الصدارة، لنبدأ مع المركز الأول والقيادة الأولى في هذا المسار. شعار بندوي هنا يأتي مقدما لنا شواهين في هذا المسار مع هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء من البكار، بينما ثاني التحديات هملولة سالم بن حميد بن نايم الجحافي، بينما الدخول والوصول في هذه اللحظات أيضا والتواصل أيضا من هملول عبيد بن هلال بن مبروك بن طماطم العفاري، بينما هناك الدخول من راهية لعوض بن ياسر بن علي العفاري قادم في هذه اللحظات، بينما هناك الدخول من شوين السهيل بن رملي بن محمد العامري. هذه النتيجة متابعينا الكرام لهذه الأسماء. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هملولة ياتي في هذه اللحظات، شعار بو حمد يتواصل في هذه اللحظات، سالم بن حميد بن نايم الجحافي يتواصل في هذه اللحظات مقدما لنا هملولة. هملولة هملولة ما شاء الله، انطلاق رائع واندفاع جميل، شكل رائع ما شاء الله، بلا أوامر ولا تعليمات، العصف الأبطال ما شاء الله تبارك الرحمن، لحظات الأوامر، لحظات الانطلاق، لحظات الاندفاع، 200 متر الأخيرة النهائية ما شاء الله. هملولة 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 ما شاء الله، تنفرد بالصدارة، تنفرد بالمركز الأول. سلام هملولة سلام، تهانينا لسالم بن حميد بن نايم الجحافي ما قدم لنا هملولة في هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني التحديات، شعار ايضا هناك بالدوي سالم بن مطر بالدوي العامري. المركز الثالث كان الدخول من شواهين السهيل بن رملي بن محمد العامري. التوقيت الزمني اذا متابعينا الكرام، مع التهنئه والناموس لمن قدم لنا هملوله في هذا المسار، سالم بن حميد بن نايم الجحافي، تهانينا له والناموس. والتوقيت الزمني 2:07:29 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس.